والموضوع الثاني والأهم هو تفعيل فصل 21 من قانون الصلح اللي هو إرسال يعني تحديد قائمة في الأشخاص خاضعين للصلح ومراسلتهم للقدوم للجنة الصلح الجزائي. أعطيك فرصة أولى مرحبا بك، وعندك فرصة ثانية الراس يعمل لك الرابيل يبعث لك مراسلة، وعندك 15 يوم باش للإجابة، وبرشا رجال أعمال بعثوا لهم. نعطيك معطى، برشا رجال أعمال اللجنة راسلت عدد من رجال رئاسة أعمال الجمهورية رئاسة الجمهورية راسلت عديد من رجال أعمال راسلت عديد رجال أعمال للقدوم للجنة الصلح الجزائي.